أتمنى أن يكون مثل ما قال اليوم السيد رئيس الوزراء أنه عام الإنجاز وعام الأمل وعام الاستقرار للبلاد. أكيد في الجلسة جرى هنالك طرح كلمة أساسية للسيد رئيس الوزراء، وهو وضح مسار الحكومة العراقية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة العراقية، وكذلك بالمقابل تحدث السادة الوزراء وزيرة البيئة وزيرة الهجرة والمهجرين، وكذلك وزير الصناعة، وكذلك وزير النفط، ووزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الثقافة، ووزير الدفاع، عن مسار العمل الوزاري للوزارات العراقية. وطبعا قد تكون هنالك جلسات أخرى لإطلاع الرأي العام، وكذلك المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمحللين على مسار الحكومة وبرامجها، وكذلك بالمقابل جرى النقاش حول أداء الحكومة والتقرير الأولي الآن للحكومة العراقية في أدائها لعام 2020، وكذلك رؤيتها لعام 2021. طيب سيد حسين، السيد مصطفى الكاظمي في معرض حديثه أشار إلى أن المجتمع الدولي يسعى لدعم العراق وللتعاون والنهوض، كيف يمكن للعراق استثمار هذا الدعم الدولي الذي حصل عليه في الوقت الحاضر؟ العراق يخطط لانتخابات كبرى، يعني طبعا الانتخابات هي واحدة من حلول السياسة لوجود برلمانيين حقيقيين يمثلون المناطق ويمثلون إرادة تشرين وحركة تشرين، وكذلك يمثلون القوى السياسية التي هي ما زالت مسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحتفظ بمقاعد في البرلمان، وبالتالي السباق الانتخابي هو الأساس، وهنا المجتمع الدولي يريد أن يدعم العراق في قضية الانتخابات، والعراق قدم طلبا إلى مجلس الأمن في دعمه في هذا المجال، وكذلك المسار الثاني هو مسار الاقتصاد، ما يهم الآن الشباب هو الحصول على فرص عمل. وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار وتحسين الحياة الاقتصادية وإدارة أو إزالة العقبات أمام حركة الاستثمار الأجنبي الذي سيأتي إلى العراق، وكذلك تحسين الإدارة الحكومية. هنالك مجموعة الاتصال الدولية التي تأسست في المملكة المتحدة بعد زيارة السيد الكاظم والوفد الحكومي، وهي بمشاركة صندوق النقد الدولي، وتعمل على وصفة اقتصادية في إطار الورقة البيضاء، وهي تدفع باتجاه تحويل الدولة من عامل استهلاكي إلى عامل منتج، وهذا بالتالي تغيير الاقتصاد من الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة، وهنا نقطة تأسيسية الآن في عهد الحكومة. يعني جزء أو الجانب من هذه الجلسة خصصة لطبعا عمل الحكومة، تقييم عمل الحكومة، كيف وجدت اليوم الحكومة نفسها من هذا التقييم في ظل كل هذه الأزمات ومنها الأزمة المالية؟ يعني أكيد هنالك رؤى كثيرة، الاقتصاديين شاركوا حقيقة في هذه الجلسة، هنالك حديث عن سعر الصرف وآلية تكييفه مع الواقع الحقيقي الذي يتطلع عليه المواطن وتطوير سلة المستهلك، وكذلك بالمقابل تطوير قدرة الدينار العراقي أمام الدولار، وكذلك بالمقابل هنالك كانت رؤى للاقتصاد في ظل جائحة كورونا، لأنه المشكلة الآن في كورونا أنه زاد نسب الفقر، وبالتالي شبكات الحماية الاجتماعية في الموازنة الاتحادية يجب أن تستجيب إلى زيادة عدد الذين انحدر حقيقة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى الفقر، وبالتالي هنا الدولة لابد أن تكون دورها. وكذلك تحدثوا عن الاستثمارات وعن القطاع الخاص، وكان أحد الأشخاص هو حاضرا لوحده وقال أنني وحيد أمثل القطاع الخاص، وبالتالي القطاع الخاص كذلك يحتاج إلى رعاية وتمكين، ولكن هذا التمكين علينا أن نبني تمكين طبيعي، هذه هي رؤية السيد رئيس الوزراء، وليس تمكين مصطنع، لأن التمكين المصطنع سيعطي دفعة غير صحيحة إلى القطاع الخاص ويكون وقتي وينتهي. يعني كيف ستكون اليوم الموازنة بداية الإصلاح الاقتصادي كما بينت الحكومة؟ يعني قد تكون الإصلاحات، بالمناسبة الإصلاحات قد تكون قاسية الآن، لكن بعد الربع الأول والثاني أتوقع ستنخفض حدتها، وهذا بالتالي ما سيتكيف به المواطن، لأن المواطن كذلك سيضع له جدول حقيقي للاستهلاك وبما يتوافق مع العائد المالي الذي يأتيه سواء من الراتب الحكومي أو من الريع الذي يحصل عليه مقابل العمل الذي يعمل به، وهذا بالتالي ما يحتاج كذلك النظرة للمواطن أن تتغير، لكن بالمقابل أن تكون الدولة موجودة، الدولة الموازية الحقيقية للاقتصاد الحر، لأن لابد أن يكون هنالك تركيز على الطبقات الاجتماعية دون خط الفقر، الفقيرة والطبقة المتوسطة يجب أن تتمكن، وبالتالي هنا دور الوزارات التنفيذية في عملية الحصول على باكج كامل من السياسات الاقتصادية تدعم المواطن، ترعى المواطن، وتخفف عليه وطأة التغيرات الاقتصادية التي تحدث خصوصا في قطاع
قطاع الصحة، التعليم، التربية. طيب سيد حسين، ما هي التحديات التي تواجهها الحكومة في الوقت الحاضر وتحدثت عنها أيضا؟ يعني أكيد التحدي الأمني طبعا، والصراع الأمريكي الإيراني هو واحد من التحديات. هنالك تطمينات اليوم كانت من القائد العام للقوات المسلحة سيد رئيس وزراء أستاذ مصطفى الكاظمي من أن الصراع قد تم احتوائه في الأراضي العراقية وإبعاد العراق، وجرى هنالك تطمينات من خلال خلية أزمة شكلت على سلسلة مكوكية من الزيارات إن كانت إلى إيران وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنا تسير السياسة، لكن تبقى هذه أمنية للدولة العراقية بأن تبتعد عن أتون هذا الصراع، وهو ما نتمناه حقيقة في عام 21. لكن بالمقابل كذلك التحدي الأمني، نتوقع أن القوى السياسية الرئيسة في العملية السياسية وخصوصا القوى الشيعية الآن أصبحت واضحة في خطابها، الدولة هي المسار الأساسي لعمل المسار السياسي، وهذا بالتالي ما يعطي للحكومة صورة واضحة جدا في عملها تجاه الجماعات التي تريد أن تربك الوضع الأمني وتريد أن تدخل العراق في تحدي أمام الصراع الأمريكي الإيراني. طيب فيما يخص الانتخابات، يعني هل اليوم الدولة أو الحكومة يعني انتهت أزماتها لتصل إلى موضوع الانتخابات بر الأمان؟ يعني أكيد أنا أتفق معك أن الأزمات ستبقى باقية وتتحرك الأزمات، لكن بمستويات قد تنخفض تارة أو ترتفع تارة، لكن بالمقابل ما بين كل ذلك الانتخابات. أعلن السيد رئيس الوزراء منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية أنه قادر على إجراء الانتخابات، ثم جاء وقال أننا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قادرون على إجراء الانتخابات في 6/6/21، لكن تبقى هنا الآليات الدستورية والسياسية، والملعب السياسي يشير إلى أن القوى السياسية العراقية تريد أن تكمل الحكومة دورتها وكذلك البرلمان دورته، لأن هنالك إجراءات دستورية يجب أن تكون أو يحل البرلمان نفسه إن كنا نريد أن نذهب في حزيران 21 ونجري الانتخابات، وهو تاريخ مقدس لدى الحكومة لكنه غير مقدس لدى القوى السياسية العراقية. في خطابهم قالوا أنه محتمل في تشرين أن تجرى تشرين الأول تجرى الانتخابات، أو كذلك في نيسان المقبل من عام 22 تجرى الانتخابات، وبالتالي هنا اللعبة في ملعب القوى السياسية العراقية. لكن بالمقابل الحكومة أنجزت التاريخ وقالت إنني أستطيع، وهنا كلمة أستطيع إنني قادرة على إجراء الانتخابات من قبل المفوضية وتوفير كذلك الأموال، وهذا ما جرى في القانون الذي صدر من البرلمان العراقي.